السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزاي حضراتكم جميعا؟ يا رب حضراتكم تكونوا بخير إن شاء الله. بإذن الله هكمل معاكم محاضرتنا النهاردة في مادة البايو إنفورماتيكس. النهاردة هناخد ألجوريزم اسمها كنوث موريس برات، تمام؟ طبعا أسماء الألجوريزمات دي هتلاقوها صعبة شوية، بس هي متسمية بأسماء العلماء اللي هم عاملينها، تمام؟ أو اللي هم فكروا فيها. يعني الجوريزم الكنوث موريس برات، الجوريزم الكنوث موريس برات او اختصار احنا بنقولها الكي ام بي، لو جبتها لكم حتى في الامتحان هجيبها كي ام بي، كنوث موريس برات، تمام. الالجوريزم دي من ضمن الالجوريزمات اللي هي شغاله في السترينج ماتشنج. الجوريزم الكنوث موريس برات من ضمن الالجوريزمات اللي داخله تحت توبيك السترينج ماتشنج الجوريثم. يعني من الاخر دي زيها زي الالجوريثمات اللي احنا كنا واخدينها قبل كده، بتاخد حاجتين تكست وباترن، والمفروض ان انا بوجد كل اماكن ظهور الباترن جوه التكست. طبعا انا عارفه ان احنا شرحنا الجوريثمات كتيره بتعمل باترن سيرش، او بمعنى ادق بتوجد الباترن جوه التكست، بس انا مركزه على التوبكس دي من الالجوريزمات، لان الالجوريزمات كل واحد فيهم في فكره جديده وفي طريقه جديده في التعامل مع الباترن، او طريقه جديده في التعامل مع الباترن، وبالتالي بتفتح مداركك ان انت لما يكون عندك باترن او بمعنى ادق سترينج، فانت هاو تو بروسس او تتعامل مع السترنجايه دي، تمام. أخدنا ألجوريزمات قبل كده كتير. أخدنا أول حاجة النايف بيزد اللي كانت بتشفت الباترن كل مرة بمقدار one position، وبعدين تعمل comparing ما بين الحروف بتاع الباترن والحروف بتاع التكست. عرفنا أن تشفيتة الباترن كل مرة بواحد دي بتسبب بطء الألجوريزم، وبالتالي كنت لازم أدور على الجوريزمات مور افيشنت، بمعنى ادق ان بدل ما كل مره الباترن هيشفت بمقدار 1 بوزيشن، لا، هل انا ممكن اشفت الباترن ميني بوزيشنز بحيث اوصل لمكان ظهوره جوه التكست اسرع ولا لا؟ اخذنا من ضمن الالجوريزمات دي اللي هي البوير مور الجوريزم، اللي كانت معتمده على 2 رول، الباد كاركتر رول والجود سافكس رول. من ضمن الالجوريزمات اللي ماشيه بنفس الكونسبت ان الباترن المفروض ما يتشفتش كل مره بواحد، وانما انا هوجد مثلا عدد تشفيتات معينه للباترن بحيث اوصل لمكان ظهوره جوه التكست بشكل اسرع، الالجوريزم بتاعتنا النهارده اللي هي الكنوث موريس برات. الكنوث موريس برات بتعتمد ان هي بتعمل بري بروسيسنج لحروف الباترن. يعني انا هعمل عملية على حروف الباترن اقدر من خلالها اوجد عدد مرات الشيفت عند كل بوزيشن من حروف الباترن، وبالتالي اوصل لمكان ظهوره جوه التكست بشكل اسرع. عشان ما طولش عليكم، تعالوا نخش في المحاضرة بتاعتنا النهاردة. النهاردة هنتكلم على الكنوث موريس برات الجوريزم، الايديا بتاعتها. هنشوف ازاي الكنوث موريس برات، او باختصارها بقى الكي ام بي، يعني انا لما هجيبها في الامتحان هقول الكي ام بي. الكي ام بي اللي هي اختصار كنوث موريس برات، تمام. ازاي الكنوث موريس برات او الكي ام بي بتبلد حاجة اسمها longest prober prefix which is also suffix. طبعا ده مفهوم كبير اهوت، او حاجه مكلكعه. اللي انا عاوز اوصله انها بتكونستراكت اري اسمها LBS. هنشوف ايه هي ال LBS وازاي ال KMB بتكونستراكت ال LBS. بعدين هنشوف الالجوريثم الخطوات بتاعها، ونعمل تريس على الكود، وكمان نشوف الورست كيس سيناريو بتاعتها. عشان اشرح معاكم الكي ام بي لازم نسترجع النايف بيزد الجوريثم. النايف بيزد الجوريثم كانت بتحط الباترن تحت التكست، بدايه من اول حرف في التكست قصاد اول حرف في الباترن، وتبدا تقارن حروف التكست والباترن حرف بحرف، واول ما يظهر
مس ماتش بوزيشن، تشفت الباتر بمقدار حرف واحد. تعالوا نشوف كده، A تحت A، C تحت C، J تحت J، كل ده ماتشد، A مع A و C مع C. أول ما الـ A قصادها T ده مس ماتش بوزيشن، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ الباترن هيتحرك one position، وبالتالي فعليا هبدأ أقارن من أول وجديد الـ C مع الـ A والـ G مع الـ C والـ A مع الـ J والـ C مع الـ A والـ A مع الـ C والـ A مع الـ T. يبقى أنا كل مرة بشفت الباترن بمقدار one position قصاد التكست. طبعا زي ما أنا متفقة معاكو إن النايف بيزد ألجوريثم كانت بطيئة، لأن كل مرة بشفت الباترن بمقدار one position كان البيج O بتاعها M في N، حيث أن الـ N عدد حروف التكست والـ M عدد حروف الباترن، وبالتالي كانت ألجوريثم بطيئة جدا. بعدين شفنا في ألجوريثم البوير مور طريقة إزاي كويكلي إن أنا أفايند الباترن جوه التكست، من خلال إن بدل ما الشفت يكون كل مرة بواحد، لأ هشفت ميني تايمز في مرة واحدة، تمام؟ واستخدمنا مجموعة من الرولز زي ما احنا اتفقنا في المحاضرات اللي قبل كده. نيجي بقى للكي ام بي. الكي ام بي معتمدة على فكرة انت هنا لما حطيت الباترن تحت التكست وقارنت وظهر ماتش، قارنت وظهر ماتش، يعني الكي ام بي بتعتمد ان في اوريدي ماتشد كاركتر ما بين التكست والباترن، تمام؟ يبقى الكي ام بي بتعتمد ان اوريدي في كاركتر ماتشد ما بين الباترن والتكست. يعني هنا الكاركتر اللي ماتشد ما بين الباترن والتكست اللي هم ايه؟ بالاحمر الـ A تحت الـ A والـ C تحت الـ C والـ G تحت الـ G والـ A تحت الـ A والـ C تحت الـ C. الكي ام بي بتقول لك طالما في already matched character ما بين التكست والباترن، فانت already عرفت حروف التكست اللي موجودة حاليا، وبالتالي اللي already matched مع الباترن. فليه ما تستفدش من المعلومات دي وتستغلها انك تشفت الباترن مش بمرة، لا بعدد مرات اكبر، بحيث توصل لمكانه اسرع. طيب الكي ام بي هتستفيد من المعلومة دي ازاي؟ بص كده، أول حاجة الكي ام بي بتقول لو أنا مشيت تبع النايف بيزد ألجوريثم، فأنا الباتر لما كان في الحالة دي أنا كنت شوية هبي عشان في حروف ماتشد ما بين التكست والباتر، صح؟ طيب لما حصل الميس ماتش عند التي مع الاي، اضطريت ان انا شفت الباترن بمقدار واحد. لما جيت شفت الباترن بمقدار واحد زي النايف بيزد الجوريثم، اللي حصل ان كل حروف الباترن مع حروف التكست حصل لها ميس ماتش، وبالتالي بقيت في الحالة الساد دي ان انا فعليا تشفيتة الباترن كل مرة بمقدار واحد، كل اللي عملته ان هي ما عملت ليش حاجة غير ان هي زودت لي الميس ماتش ما بين الباترن والتكست. ازاي استفيد بقى من الكمباريزون اللي قبل كده اللي كانت هي دي ان في حروف اوريدي ماتشد ما بين الباترن والتكست؟ ان انا لما اجي اشفت الباترن في الكمباريزون اللي وراها اروح بشكل اسرع لمكان احتمالية ظهور الباترن جوه التكست. أول حاجة الكي ام بي بتقول إيه؟ لو في باتر اوريدي مجموعة من حروفه ماتشد مع التكست، في الحالة دي هنا هو الـ A تحت الـ A والـ C تحت الـ C والـ G تحت الـ G والـ A تحت الـ A والـ C تحت الـ C، وبالتالي أنا واقف عند الميس ماتش بوزيشن اللي هو المكان اللي حصل فيه ميس ماتش ما بين الباترن والتكست، ازاي اشفت الباتر؟ الكي ام بي بتقول لك الاول ركز على الحته اللي حصل لها ماتش ما بين التكست والباترن وخدها لوحدها، اللي هي الحته دي، اعمل اناليسز وبروسيسنج للحته دي
ازاي الحته دي؟ هل في حروف في الاول ظهرت في الاخر؟ ادق شويه، هل في سبسترينجز ظهرت في اول البتر وتكرر ظهورها في اخر البتر؟ بصوا كده، الاي سي از سبسترينج ظهرت في اخر الباترن، طبعا في اخر الحته من الباترن اللي اوريدي ماتشد مع التكست. احنا هنا هنركز الاناليسز والفوكس الاول على الحته من الباترن اللي اوريدي ماتشد مع التكست، لان انا قلت ان الكي ام بي فكرتها قايمه ان الحته اللي اوريدي ماتشد ما بين الباترن والتكست هعمل لها اناليسز واستخرج منها معلومات تفيدني بعد كده ان انا اشفت الباترن مش بمقدار مره واحده، لا بمقدار عدد معين من المرات، بحيث ان انا اوصل لمكان ظهوره جوه التكست اسرع. تمام. طيب بصوا كده، الاي سي السبسترينج اي سي ظهرت في اخر حته من الباترن اهي، تمام، في اخر حته من الجزء اللي ماتشد ما بين الباترن والتكست، وفي نفس الوقت تكرر ظهورها في اول الباترن. يعني بص كده، الكي ام بي بتركز على سبسترينج في الجزء اللي اوريدي ماتشد ما بين التكست والباترن، بحيث ان السبسترينج دي ظهرت مره في اخر الحته وظهرت مره في اول الحته. لو جينا بصينا هنا الاي سي اهي في اخر الباترن او في اخر الحته اللي ماتشد ما بين الباترن والتكست، وظهرت كمان اي سي في اول الباترن، يبقى كان الحته دي ظهرت از بريفكس في الاول وظهرت از سافكس في الاخر. فانا فعليا الحته دي تكرر ظهورها في نفس الحته من الباترن دي مرة في الآخر ومرة في الأول، مرة في الأول as a prefix ومرة في الآخر as a suffix. تمام. نركز بقى، الحتة دي طولها كام حرف، أو السبسترينج دي كام حرف؟ 1 2. الحتة دي كام حرف؟ 1 2، حرفين. طولها أو اللينث بتاع السبسترينج دي كام حرف؟ حرفين، اللي هما الاي والسي. بصوا كده، الكي ام بي بتقولك المرة الجاية الكمباريزون الجاية ما بين التكست والباترن، الحرف اللي هو ميس ماتشد في التكست اللي هو ايه، هيتحط تحت اول حرف ظهر بعد البريفكس اللي ظهر كسافكس. اهي اي سي از بريفكس. المره الجايه من الكومباريزون ما بين التكست والباترن، بيقول لك الحرف اللي هو ميس ماتشد، الحرف اللي هو ميس ماتشد في التكست في الحاله دي اللي هو الاي، هيكون تحت اول حرف ظهر بعد البريفكس ده. البريفكس ده اللي هو اي سي، اول حرف ظهر بعده اللي هو الجي، ففعليا المس ماتش بوزيشن بتاع التكست اللي هو الاي هيكون تحت الحرف اللي هو جي في البتر. بصوا كده، يعني الاي دي هتكون تحت الجي هنا اللي موجودة في البتر. طيب الجي دي الاندكس بتاعها كام؟ الجي دي الاندكس بتاعها 2. ليه 2؟ عشان انا فعليا الاي 0، السي 1، الجي 2، الاي 3، والسي 4، والتي 5. الجي دي تحتها كام؟ 2. الاندكس بتاعها 2. تمام. المره الجايه في الكومباريزون، او اللفه الجايه، او الدورة الجاية اللي انا هقارن فيها الباترن مع التكست،
المفروض الايه اللي هو مس ماتشد بوزيشن هيكون محطوط تحت الجي اللي موجودة في الباترن عند المكان او الاندكس 2. تمام، بصوا كده، ده الابديتد بوزيشن، يعني المفروض ده كان البوزيشن اللي المفروض في الباترن وقردي متقارن مع التكست. في الدورة الجاية او في اللفة الجاية بصوا كده، المكان A اللي هو mismatched في التكست المفروض الباترن هيتشفت لحد ما الجي اللي عند الاندكس 2 هتكون تحت الA اللي موجودة في التكست. بمعنى يبقى كأن الباترن في الحالة دي تشفت كام مرة؟ 3 مرات. المرة الأولانية الA كانت هتبقى تحت السي، المرة الثانية الA هتكون تحت الجي، المرة الثالثة الA تحت الA. فهمتوا الفكرة ازاي؟ منطقيا انا لو كنت شغال نايف بيزد، اول مرة الباترن هيبدأ تحت الA، المرة اللي وراها الباترن هيبدأ تحت السي، المرة اللي وراها الباترن هيبدأ تحت الجي، المرة اللي وراها الباترن هيبدأ تحت الA. لكن انا هنا من اول مرة الباترن المرة اللي وراها كأني شفت الباترن بمقدار 3 بوزيشن، بحيث ان انا خليت المس ماتشد كاركتر اللي هو A يكون تحت الحرف اللي الاندكس بتاعه 2 في الباترن اللي هو G. طيب الجي دي انا اخترتها على اي اساس؟ مش انا قلت اول حرف ظهر بعد الحتة اللي هي الصاب سترينج اللي ظهرت مرة في البتر، مرة as a prefix ومرة as a suffix، فأنا فعليا هركز على البريفيكس، وبعدين بعد ما ركز على البريفيكس هشوف أول حرف ظهر بعد البريفيكس. بمعنى أدق إن أنا حطيت الحرف اللي الاندكس بتاعه 2 في البتر تحت الحرف اللي هو mismatched في التكست. ممكن أشرح الموضوع ده بطريقة تانية، تعالوا نشرحه بطريقة تانية، طريقة رياضية شوي. تمام، أنا اتفقت معاكو إن الكي إم بي عشان تحسب عدد مرات الشفت بتاع الباترن محتاجة إنها تركز على الحتة اللي already matched من الباترن مع التكست، صح؟ الحتة دي اللي هي A C J A C. تمام، الحتة دي أنا كتبها هنا هو. بصوا كده، دي الحتة هي اللي already matched ما بين التكست والباترن في السلايدز. أول حاجة طلع لي كل البريفكس من الحتة دي A A C A C J A C J A A C J A C. شيل من البريفيكسز البريفيكس اللي يمثل الاسترنجاية كلها. دي الاسترنجاية وده البريفيكس اللي يمثل الاسترنجاية كلها، فشيل من البريفيكسز البريفيكس اللي يمثل الاسترنجاية كلها، فهاخد دول بس. الناتج اللي طالع ده اسمه بروبر بريفكس. ايه هو البروبر بريفكس؟ هي مجموعة البريفكسز اللي طالعة من استرنجاية متشال منها البريفكس اللي يمثل الاسترنجاية كلها. تمام. طيب الاسترنجاية دي بقى طلع منها كل السفكسز C A C G A C C J A C A C J A C. شيل منهم الاسترنجاية اللي تمثل الاسترنجاية كلها. الاسترنجاية دي تمثل الاسترنجاية كلها، فأنا هشيل منهم الاسترنجاية اللي تمثل الاسترنجاية كلها،
فأنا هيكون عندي السافكسز أهو. طيب السافكسز اللي طلعة لما شلت السافكس اللي يمثل الاسترنجاية كلها اسمهم بروبر سافكسز. البروبر سافكسز هي مجموعة السافكسز اللي طلعة من استرنجاية مع إزالة الاسترنجاية أو حذف الاسترنجاية اللي تمثل الاسترنجاية كلها. تمام؟ طيب كل الشغل بتاعنا بقى هيبقى على البروبر بريفكسز والبروبر سافكسز. احنا شغالين دلوقتي ايه؟ KMB. كل الشغل على البروبر بريفكسز الجمل اللي جاية من الأول، والبروبر سافكسز الجمل اللي جاية من الآخر. تمام؟ باستثناء ان انا شيل البريفكسز او السافكسز اللي يمثل الاسترنجاية كلها. طيب دي البروبر بريفكس ودي البروبر سافكس. شوف التقاطع ما بينهم. التقاطع ما بينهم يعني السبسترينج اللي ظهرت as a بروبر بريفكس و as a بروبر سافكس. هلاقي الـ AC ده التقاطع ما بينهم بس. تمام؟ اهو الـ AC فعلا اهي الـ AC. يبقى انا كده ماشي مظبوط. الـ AC هي اللي ظهرت as a بروبر بريفكس و as a بروبر سافكس. تمام؟ بعدين اللينث بتاع الـ AC كام حرف؟ حرفين. يبقى معنى كده في النكست كومباريزون ما بين البتر والتكست، المسماتشد كاركتر في التكست هيتحط عند البوزيشن رقم 2 في البتر. والبوزيشن رقم 2 ده جه منين؟ جه بسبب اللينث بتاع الاسترنجايه اللي هي ظهرت مشتركه بين البروبر بريفكسز والبروبر سافكسز. نروح هنا كده نشوف، هنلاقي فعليا ده المس ماتش كاركتر في التكست. في الدورة اللي بعد كده او في الكمباريزون اللي بعد كده هيكون موجود تحت البوزيشن رقم 2 في الباتر. وليه رقم 2؟ لان الاتنين دي عبارة عن الليمث بتاع السبسترينج اللي ظهرت مرة as a prefix ومرة as a suffix. فهنا حرفين وهنا حرفين. معنى كده ان النكست كومباريزون ما بين التكست والباترن ان الحرف اللي عند الاندكس رقم 2 او البوزيشن رقم 2 في الباترن اللي هو في الحالة دي جي هيكون محطوط تحت الاي اللي هو المسماتشد كاركتر في التكست. يعني معناها ان الجي اللي موجودة عند الاندكس رقم 2 في الباترن هتكون موجودة تحت الاي اللي هي في التكست. يعني الباترن اتشفت بمقدار 3 مرات بداية من اخر مكان حصل فيه المسماتشد كاركتر. ففعليا هنا المسماتشد كاركتر هنا هو الحالة الجديدة هيكون هنا كده. الباترن كأنه تشفت 3 بوزيشن. البوزيشن الأولاني اهو، البوزيشن الثاني اهو، ده البوزيشن الثالث. اتشفت 3 بوزيشن بحيث ان الحرف اللي عند الاندكس رقم 2 في الباترن هيكون محطوط تحت الحرف اللي هو مسماتشد في التكست. الاثنين ما جاتش اعتباطي. لو تبصوا كده الجي الاندكس بتاعها 2 وفعليا الاندكس بتاعها هو عبارة عن الطول بتاع السبسترينج اللي هي اي سي اللي هي ظهرت مرة as a prefix في الباترن ومرة as a suffix في الحتة اللي هي already matched ما بين الباترن والتكست من اول كومباريزون. تمام؟ بيقول لك البوزيشن الجديد
لو أنا كنت شغالة نايف بيزد، لو أنا كنت شغالة نايف بيزد، فأنا كنت بشفت الباترن بمقدار مرة واحدة، ولما شفت الباترن بمقدار مرة واحدة اللي حصل إن كل حروف الباترن مسماتشد مع حروف التكست. لكن بالطريقة بتاعة الكي ام بي اللي هي الطريقة دي، على الأقل في التشفيتة الجديدة الاي تحت الاي والسي تحت السي، يعني في اوريدي ماتشد كاركتر ما بين الباتر والتكست. فهمتوا الفكرة ازاي؟ يعني على الأقل ان في التشفيتة الجديدة او في الطريقة الجديدة لحساب الشفت ما بين الباترن والتكست، على الأقل هيبقى في اوريدي ماتشد كاركتر ما بين الباترن والتكست. باستخدام الكي ام بي تمام، وبحساب التشفيتة الجديدة للباترن، على الأقل هتلاقي إن التشفيتة الجديدة بتاع الباترن بالنسبة للتكست على الأقل حفظت على شوية حروف ماتشد ما بين التكست والباترن، وفعلياً الحروف دي هتكون حروف السبسترينج اللي هي ظهرت as a prefix و suffix، يعني هي الاي سي. ففعلياً هلاقي ان الاي سي already الاتنين محطوطين تحت بعض، كأنك حطيت البريفيكس اي سي في الباترن تحت المقابل ليهم في التكست. ليه؟ لاني انا ضمنت من الكومباريزون الاولانية ان كان في اوريدي ماتشد كاركتر بين التكست والباتر. عموما لو الدنيا مكلكعة، اللي انا عاوز اوصله بس حاجة، النايف بيزد الجوريثم كانت بتشفت الباترن بمقدار كل مرة واحد، ففعليا اللي بيحصل ان كل مرة بتشفت بمقدار واحد، فانا فعليا ده سلو الجوريثم. ظهرت الجوريثمات تانية بتعمل يوتولايزيشن او اوبتمايزيشن، ان هي ازاي تقول لك لا ما تشفتش بمقدار واحد، شفت بمقدار مثلا اكس تايمز، وانا ضامن لك ان الاكس تايمز دي هتخليك توصل للباترن اسرع، لمكان وجود الباترن جوه التكست اسرع، وفي نفس الوقت مش هتمس الباترن جوه التكست. يعني ايه مش هتمس الباترن جوه التكست؟ يعني في نفس الوقت لو الباترن موجود جوه التكست، التشفيته دي مش هتبقى لونج انف، فبالتالي تشفت الباترن بعيد عن مكان ظهوره جوه التكست، وبالتالي مثلا توديه الاندكس بعيد خالص، فانت كده عندك مكان للباترن جوه التكست ما قدرتش توصل. طيب يبقى الفكره كمان في الكلوث موريس برات ان بالتشفيته بتحافظ على شويه ماتشت كاركتر بين الباترن والتكست، وغالبا بتكون الحروف اللي هي بتاع السبسترينج اللي هي ظهرت as a prefix وsuffix. تمام، عاوز هنا يأكد ويقول لي ان الكنوث موريس برات بتشتغل طول ما في already matched character ما بين التكست والباترن. يعني الشغل بتاع الكي ام بي معتمد ان في already matched character ما بين التكست والباترن، وانت واقف حاليا عند المس ماتش بوزيشن. طيب انت واقف على المس ماتش بوزيشن، لو انت شغال نايف بيز فانت بتشفت one position at a time. تمام، لو انت شغال كي ام بي فانت بتحسب عدد التشفيتات بتاع الباترن بالنسبه للتكست بناء على انك بتحسب السبسترينج اللي هي ظهرت as a prefix و suffix، وانت شغال على انهم بروبر. يعني ايه بروبر؟ يعني انت بتاكسكلود الهول سترينج من الحسابات بتاعتك. تمام، حلو الكلام احنا عمالين بنتكلم، لكن احنا في شغل الكمبيوتر وبشغل الالجوريثم محتاجين قوانين وقواعد رياضية نمشي عليها عشان احنا هنبرمج الكلام اللي احنا بنتكلمه والكلام المرسل ده. تمام، الكي ام بي معتمدة انها بتعمل بري بروسيسنج للباتر، تمام، بحيث انها تبني الري اسمها LBS، longest prober prefix
which is also suffix. تمام؟ طيب ال KMB بتقول ايه؟ لو انت واقف عند المسماتش بوزيشن ما بين البتر والتكست فانت هيكون عندك جدول اسمه LBS. كل اللي هتعمله انك هتأكسس الجدول ده عند المكان اللي انت واقف عنده. يعني ايه؟ انت هنا المسماتش بوزيشن او المشكلة ظهرت عند المكان رقم 5 في البتر عندك تي وفي التكست عندك ايه، فده مسماتش بوزيشن صح؟ فالمشكلة ظهرت عند الاندكس رقم 5. تمام؟ الكي ام بي بتقولك انا هبني جدول اسمه LBC او array او مصفوفة اسمها LBC اللي هي longest proper prefix which is also suffix. ال LBC دي لو انت واقف عند البوزيشن 5 اللي هو mismatched position فانت هتروح عند الاندكس 5 في ال LBC وهيبقى مكتوب تحتها البوزيشن بتاع الحرف جوه الباترن اللي النكست كومباريزون هتكون مبنية عليه. هو عاوز يقول لي الخمسة ده المكان اللي انا واقف عنده في الدورة الحالية وعنده ميس ماتش، بيقول لي في النكست كومباريزون يعني في الدورة اللي جاية بعدها الاي اللي هي ميس ماتش كاركتر في التكست هتكون موجودة تحت البوزيشن رقم 2 في الباترن، البوزيشن رقم 2 في الباترن اللي هو الجي. فانا كل اللي هعمله ايه؟ اللي انا واقف فيه حاليا ان انا عندي ميس ماتش عند البوزيشن رقم 5، هروح للمكان رقم 5 في الجدول اهو، هلاقي مكتوب تحته 2، معناها ايه؟ المره الجايه او النكست كومباريزون ان الاي دي هتكون تحت البوزيشن رقم 2 في الباترن. لو جينا طبقنا بقى الخمسة تحتها 2 فانا عندي ميس ماتشد عند البوزيشن 5، فانا المفروض هحرك الباترن عشان الاي اللي هو ميس ماتشد في التكست تكون تحت البوزيشن رقم 2 في الباترن، يعني تكون تحت الجي. ده النيو بوزيشن اهو، الاتنين دي جبتها منين اهي اللي كانت تحت الخمسة، ده النيو بوزيشن اللي هو الجي. الفكرة بقى كلها ان انا هحرك الباترن بحيث ان الجي دي هتكون موجودة تحت الاي دي. تمام؟ معنى كده ان الباترن اتشفت كام مرة؟ 3 مرات. الكي ام بي بتعمل بري بروسيسنج للباترن من خلال انها بتبني اكزولاري تيبل او اكزولاري اري اسمها ال بي سي اللي هي longest proper prefix which is also suffix. ال LBC بتبنى للباترن وليس التكست. خلينا نكون عارفين ان دايما الباترن اللينث بتاعه اقل من او بيساوي التكست. ال LBC من الاخر بتحسب زي ما انا عملت لكم بالشكل ده. يعني عشان تحسب ال LBC هتبقى مضطر تعمل الشكل ده. تمام؟ طيب ال LBC طالما هي معتمدة وبتبنى للباترن عدد الأماكن اللي موجودة في الـ LBC مساوي لعدد حروف الباترن. الـ KMB معتمدة على إنك بتعمل pre-processing للباترن، بتطلع كل suffixes بتاع الباترن وبتطلع كل prefixes بتاع الباترن وبعدين تاخد المشترك. طبعا نحط في بالنا بروبر بريفكس وبروبر سافكس، يعني انت بتاكسكلود الهول سترينج. تمام؟ بتاخد المشترك. لو انت عندك اكتر من حاجة مشتركة بتاخد المشترك اللي حروفه اكتر. يعني لو انت عندك 2 سترينج مشتركين ما بين البريفكس وما بين السافكس وسترنجاية طولها حرفين وسترنجاية طولها 3 حروف، فانت بتاخد الاسترنجاية اللي عدد الحروف فيها اكتر اللي هي الاطول، وبالتالي هتاخد الاسترنجاية اللي فيها 3 حروف، عشان كده سماها longest الاطول. يعني بصوا نرجع تاني،
longest يعني أطول substring. longest يعني أطول substring. مميزاتها منها prefix و suffix و proper عشان بت exclude الهول string. تمام؟ LBS of the eye معناها اللينث بتاع اللونجست بروبر بريفكس اوف البتر من صفر الاي which is also a suffix of better من صفر الاي. طبعا انا حاسه ان دي لوغاريتمات عشان ما نقعدش نتكلم تعالوا نشوف مثال على طول. اول حاجه والاسئله اللي هتيجي في الامتحان ان انا هجيب لك بتر واقول لك كونستراكت ال LBS بتاعه اللي هو longest proper prefix which is also suffix. اول حاجة هتعمل جدول في كم مكان صفر واحد اتنين تلاتة. يعني هنا الجدول بتاعنا هيكون فيه اربع اماكن، الاماكن مرقمة من صفر لتلاتة. ليه؟ عشان انا عندي كم حرف في البتر؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، اربع حروف في البتر. اول حرف عند الاندكس صفر، تاني حرف عند الاندكس واحد، تالت حرف عند الاندكس اتنين، رابع حرف عند الاندكس تلاتة. فانا هيكون عندي جدول مرقم من صفر لتلاتة. ليه من صفر لتلاتة؟ عشان انا عندي باترن فيه اربع حروف الاندكسز بتاعتهم من صفر لتلاتة. طيب بص كده، لو انا قلت لك LBS of I، الاي دي مرة هتكون بصفر، مرة هتكون بواحد، مرة هتكون باتنين، مرة هتكون بتلاتة. ال LBS of الاي يعني ال LBS of صفر، يعني عاوز القيمة اللي هتكون جوه المصفوفة اللي اسمها LBS عند الاندكس صفر. LBS of واحد معناها عاوز تحسب القيمة اللي جوه ال LBS عند الاندكس واحد. LBS of 2 معناها عاوز تحسب القيمة اللي جوه ال LBS عند الاندكس 2. LBS 3 معناها عاوز تحسب القيمة جوه ال LBS عند الاندكس 3. طيب نيجي بقى نتكلم. The length of the longest proper prefix للباترن من صفر ال i. هنا بيقول لك ال LBS من صفر ال N minus 1. ال N دي اللي هي عدد حروف البتر، يعني لو انت عندك 4 يبقى ال LBS من صفر ل 3، 5 يبقى ال LBS من صفر ل 4، 10 يبقى ال LBS من صفر ل 9. ركزوا معايا، البتر 1 2 3 4، أربع حروف. الأربع حروف دول هتحسبهم LBS of صفر، LBS of 1، LBS of 2، LBS of 3. طب ازاي؟ بصوا كده، عند الصفر، عند الصفر وعاوز تحسب ال LBS عند الصفر، خد قيمة الباترن لحد الصفر، استخرج من الباترن اللي موجود دلوقتي الحروف من أول حرف في الباترن لحد الاندكس صفر. الجملة اللي فوق دي بتقول لك ايه؟ عشان تحسب ال LBS of i خد من الباترن substring من اول حرف فيه لحد الاي. تمام؟ فانا فعليا الاي بتاعتي هنا باول قيمه اللي هي صفر. خد من الباترن substring من اول الباترن لحد الاي، يعني كاني بقول هاخد substring من الباترن، هبدا عند الصفر وهنتهي عند الصفر، يعني كأني باخد حرف واحد من الباترن لأن البداية هي النهاية، فكأن الباترن أوف صفر بحرف واحد اللي هو في الحالة دي أول حرف اللي هو في الحالة دي A. يبقى أنا نسيت الباترن الأصلي هوت وبشتغل على الصاب سترينج اللي أنا خدتها منه اللي هي بداية من أول حرف في الباترن اللي هو عند الاندكس صفر، وهنتهي عند الاي. الاي بتاعتي بكام؟ بصفر. فكاني بادئه من الصفر ومنتهيه بالصفر، كاني عاوزه حرف واحد في الحاله دي اللي هو الاي. الباترن حاليا بالنسبه لي هو عباره عن ايه؟ الصب سترنج اللي انا هشتغل عليه اللي هي الاي. تمام؟ الاي دي طلع لي البريفكسز بتاعها،
البريفكسز بتاعها الاي والامتي سترينج، لان احنا عارفين ان السترنجايه الفاضيه هي بريفكس من اي سترنجايه، وبرضو السترنجايه الفاضيه هي سب سترنج من كل سترنجايه، والسترنجايه الفاضيه هي سافكس من كل سترنجايه. تمام، شوفوا المحاضره بتاع السب سترنج والسترنج والبريفكس والكلام ده. قلنا الامتي سترنج هي سب سترنج من كل سترنج، والامتي سترنج هي بريفكس من كل سترنج، والامتي سترنج هي سافكس من كل سترنج. تمام. طيب البريفكسز A كوما امتي، ليك A كوما امتي؟ لاني انا الباترن الحالي اللي عندي اللي هو الA بس، انسى الباترن الاصلي وشغال على الصب باترن اللي انت اكستراكتد من الباترن الاصلي. بعدين السافكسز، السافكسز هتكون A والامتي سترينج. طب لو انا شغالة بروبر بريفكس وبروبر سافكس، البروبر بريفكس والبروبر سافكس هشيل الاي، لان الباترن في الحاله دي هيبقى الاي والهول سترنج عندي هتكون ايه، فانا فعليا هشيل من البريفكسز والسافكس الاي، لاني انا فعليا انا بقول البروبر بريفكس هو عباره عن بريفكس باكسكلود الهول سترنج. الهول سترنج هي الصب سترنج الحاليه اللي انا شغاله عليها اللي هي الصب باترن بتاعي اللي هو الباترن بيساوي ايه مش الباترن الاصلي. فانا من البريفكسز هاكسكلود الهول سترنج اللي هي ايه، ومن السافكسز هاكسكلود الهول سترنج اللي هي ايه. ليه؟ عشان الاثنين بيمثلوا لي الهول سترنج. في الحاله دي انا بركز على البروبر بريفكس والبروبر سافكس. تمام. طيب في الحاله دي لما هاكسكلود الايه وهاكسكلود الايه، يبقى في الحاله دي المشترك ما بين البريفكس والسافكس هو الامتي سترنج. تمام. البروبر بريفكس which is also suffix هيساوي الامتي سترينج، لان انا هاكسكلود الايه هنا وهاكسكلود الايه هنا. اللينث بتاع الامتي سترينج بكام؟ صفر. تمام. فهنا ال LBS of الاي يعني ال LBS of الصفر هتساوي صفر. تمام. نيجي بقى ال LBS of واحد، هاخد الباترن من صفر لواحد، هاخد الباترن من صفر لواحد يعني الباترن الجديد اللي هيبقى موجود عندي AA. تمام. جيب لي كل البريفكسز A A A وامتي سترينج، جيب لي كل السافكسز. بس قبل ما تجيب كل السافكسز شيل البريفكس اللي بيمثل الهول سترينج، الاي اي دي هتتشال. تمام. طيب السافكسز اي 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 وامتي سترينج برضو، وبالتالي الاي اي دي هتتشال لانها بتمثل لي الهول سترينج. المشترك اي والامتي سترينج، الاي اللينث بتاعها بواحد والامتي سترينج اللينث بتاعها بصفر. اللونجست بروبر بريفكس which is also suffix، الاطول الصفر ولا الواحد؟ الواحد. فعند الواحد هيبقى واحد. تمام. طيب هنيجي ال LBS عند الاثنين، هجيب الباترن من صفر لاثنين، الباترن من صفر لاثنين اللي هي التلاتة A، هطلع كل البريفكسز وهطلع كل السافكسز، هاكسكلود الهول سترنج اللي هي التلاتة A والتلاتة A، فهيكون المشترك A و A A وامتي سترنج. اللينث بتاع ال A بواحد، اللينث بتاع الاتنين A باتنين، الامتي سترنج اللينث بتاعها بصفر، ففعليا الأطول اللي هو ال A A اللي هي اللينث باتنين، فتحت الاتنين هتكون اتنين. ال LBS of 3 هتكون بتلاتة. ليه؟ بصوا كده، هاخد الباترن من صفر لتلاتة، الباترن من صفر لتلاتة اللي هي الأربعة ال A الكاملين، هطلع البروبر بريفكس والبروبر سافكس. تمام. وبالتالي هشيل الهول سترينج اللي هي الأربعة A والأربعة A، بالتالي المشترك هيكون عندي الواحد والاتنين والتلاتة والصفر،
هاخد الأطول اللي هي longest هتبقى التلاتة، فتحت التلاتة هيكون تلاتة. تمام؟ دي ال LBS، دي طريقة ال KMB في حساب ال LBS. طبعا نرجع تاني للكلكيعة اللي احنا ما كناش فاهمينها في الأول، ال length of the longest، longest أطول. بروبر بريفكس هاكسكلود الهول سترينج، وبرضه هو بروبر سافكس، يعني البروبر يكون سافكس وبريفكس. تمام؟ اوف الباترن من صفر الاي، لو انا الاي بصفر يبقى هاخد حرف واحد من الباترن، الاي بواحد يبقى هاخد الاولاني والتاني، الاي باتنين هاخد الاولاني والتاني والتالت، الاي بتلاته هاخد الاولاني والتاني والتالت والرابع. على نفس المثال بقى، لو انا طلبت منك الباترن A B C D E construct ال LBS، طبعا انا بجيبها في الامتحان كتير، وفعليا انا عاوزاك تعملها بالنظر، مش عاوزة بعد كده تقعد تعمل البريفكسز وتعمل السافكسز وبعدين تاكسكلود الهول سترينج وبعدين تشوف المشترك وبعدين تشوف الاطول. احنا عاوزين بالنظر نشوف كل حاجة ونحسب ال LBS. تمام؟ طيب بصوا كده، الباترن بتاعي A B C D E، هعلمها لكم بالنظر كده، A B C D E ده الباترن بتاعي. ماشي؟ عند الصفر هاخد حرف واحد A، هتبقى صفر عند الصفر صفر. عند الواحد هاخد حرفين اللي هي ال A B، ال A B مش هلاقي مشترك، ال A هنا ما ظهرتش هنا وال B هنا ما ظهرتش هنا، ففعليا ال A B مش هيكون فيه مشترك ما بينهم، فعند الواحد هيكون صفر. عند الاثنين هاخد ثلاث حروف، اول ثلاث حروف اللي هما الاي بي سي، برضو نفس الحكاية الحروف كلها مختلفة، ففعليا عند الاثنين هتكون بصفر. طيب بعدين عند التلاتة هاخد اربع حروف، واحد اثنين ثلاثة اربعة، فعليا برضو الحروف كلها مختلفة، فبالتالي مفيش بريفكسز ومفيش صافكسز. غالبا البريفكسز والصافكسز لما هتلاقي حروف اتكررت ظهورها في الاخر وفي الاول، فبالتالي ده اللي هيديك انديكيشن انك ايه، انك تكتب وفي حروف مشتركة. طول ما الحروف مختلفة هتكون صفر 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 صفر. طيب عند الاربعة A B C D A الباترن كله حروفه مختلفة، ففعليا ال LBS بتاعهم كلهم بصفر. تمام؟ ده بالنظر اهو. نيجي هنا، ده اطول شوية، عند الصفر هاخد حرف واحد A بصفر. ماشي؟ عند الواحد هاخد حرفين AA، الـ A ظهرت هنا وظهرت هنا، تالي هيكون عندي البريفكسز والبروبر بريفكسز والسافكسز والبروبر سافكسز، يعني فعليا عند الواحد هيكون بواحد، لأن أنا فعليا هلاقي الـ A، الـ A هي اللي هتكون المشتركة حرف واحد. صح. AAB عند الاتنين هاخد تلات حروف، ظهرت الـ B حرف مش موجود أساسا قبل كده، فبالتالي هيكون بصفر. صح. بعدين عند التلاتة هاخد الأربع حروف، واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى الباترن بتاعي هيكون A A B A، الـ A هنا اللي في الآخر ظهرت في الأول، فمنطقيا منطقيا البريفكس هيكون A اللي هو هيكون suffix اللي هو هيكون بروبر، ففعليا هيكون بواحد. طبعا لو حضرتك هتتلخبط خلاص حلها بالورقة والقلم، لكن انا فعليا اللي انا عاوز اوصله لك ان انت تحسبها بمخك وبالنظر. تمام؟ عند الاربعة هاخد خمس حروف، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بصوا انا هحاول افهمها لكم برضو بالنظر، بصوا كده، A A B A A C A A B A A. بصوا كده، هنا انا عاوز احسب اللي عند الاربعة، عند الاربعة يعني هاخد خمس حروف، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ماشي؟ اهي دي الاسترنجاية عندي اهي، هاخد الخمسة، الخمسة هم. ماشي؟ تعالوا كده نحطهم هنا. ايه الحاجة اللي ظهرت في الاول وظهرت في الآخر؟ AA لمفها كام؟ اتنين، فعند الأربعة هيكون اتنين. تمام؟ طيب عند الخمسة، عند الخمسة،
طالما ظهر حرف جديد عند الخمسة، طالما ظهر حرف جديد فانت واثق انه هيبقى صفر، لان حرف جديد ما كانش موجود قبل كده، فانت واثق انه هيبقى صفر. تمام. بعدين عند الستة، بصوا كده عند الستة، عند الستة الاي والاي بواحد. طالما عند السي كان بصفر، واللي بعد السي حرف متشابه مع البداية اللي هو البريفكس، فغالبا هيبقى البريفكس بمقدار واحد. تمام. ففعليا هنا بعد السي في اي، هنا الاي هاهي ظهرت هنا في الاول اهي، فبالتالي واحد. كأن لما بيظهر حرف جديد مش موجود قبل كده الاندكسز بيحصل لها تصفير. لما بيظهر حرف جديد في الباترن ما كانش موجود قبل كده، ففعليا ال LBS القيمة بتبقى صفر، كأن بيعمل ايه؟ كأن بيعمل ريستارت. وبالتالي لما يظهر وراه حرف تاني كان موجود قبل كده بتبدأ تكونت من اول وجديد، فبيكون اللي وراه بواحد. لو ما فهمتهاش كده، ال A هاهي ظهرت، A هاهي دي suffix ودي prefix، فهنا هتكون بواحد. عند الخمسة حصل تصفير، اللي وراها بواحد. عند الاتنين حصل تصفير، اللي وراها بواحد. عند الصفر حصل تصفير، اللي وراها بواحد. تمام. ومش شرط طبعا، ده على حسب ايه؟ على حسب الحروف اللي موجودة في الباترن. يعني هو الفكرة كلها التصفير دي معناها حرف جديد ظهر في الباترن ما كانش موجود قبل كده. واحد معناها حرف كان موجود في الباترن قبل كده. لو انتوا مش حاسين انكم هتفهموها بالنظر، اعملوها بالورقة والقلم. تمام. طيب نيجي بقى عند السبعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. انا واقف هنا، يعني دي هتزيد بمقدار ايه؟ طيب هنا هتبقى بكام؟ حرفين حرفين، يبقى باتنين عند السبعة، باتنين. بعدين البي هلاقي A A B كلها على بعض، وهنا A A B كلها على بعض، تلاتة. تمام. بعدين A A B A كلها على بعض، A A B كلها على بعض، أربعة. تمام. بعدين دي كده كلها على بعضها، A A B A A، ودي A A B A A كلها على بعض. تمام. بكام؟ بخمسة. تمام. طيب هنا صفر واحد اتنين، ظهر حرف جديد هيبقى بصفر، بعدين هعمل ريستارت كاونت تاني تبقى بواحد. ليه؟ عشان الاي دي ظهرت بعد حرف كان جديد قبل كده. لما بيظهر حرف جديد في الباترن كأنه بيعمل ريستارت كاونت للحروف اللي كانت ظهرة قبل كده. بعدين A هنا 2 A هاهو، لو انا واقفة هنا عند الA دي 2 A، وهنا 2 A ماشي. لو انا واقفة عند الA دي 3 A و 3 A، لو انا واقفة عند الA دي بوزيشن رقم 7، 0 1 2 3 4 5 6 7، عند الاي دي هتكون كام؟ 3، 1 2 3 1 2 3. تمام. عند الاي دي هتكون برضو 3، 1 2 3، لان انا محكومة بالتلاتة اي دول اللي كان بعدهم حرف ما ظهرش قبل كده في البتر. طبعا انا واقفة هنا ماشي، انا واقفة عند الـ A اللي عند البوزيشن رقم 8 في البتر، فانا فعليا محكومة بالتلاتة A اللي ظهروا في الاول. ليه؟ لان بعد التلاتة A دول ظهر C، والC دي ما كانتش موجودة في البتر لحد ما انا كنت واقفة. انا واقفة عند الـ A عند البوزيشن رقم 8، لحد هنا ما كانش فيه غير C واحدة بس. لو انا رحت هنا هلاقي ظهور تاني للC، بس انا واقفة هنا، فالالجوريزم بتاعي مش شايفة غير من الA الأولانية لحد الA قبل الأخيرة دي. تمام.
فانا فعليا لحد ما انا واقفه هنا فعليا عند البوزيشن رقم 8 كام ايه 1 2 3 1 2 3 واللي حاكمني الثلاثة ايه اللي ظاهرين في الاول as a prefix. لو جيت بقى وقفت عند السي في الاخر، السي في الاخر عند البوزيشن رقم 9 هبقى محكومه بايه بقى؟ بصوا كده 1 2 3 4 يعني A A A C. هنيجي هنا C اهي A A A، التلاتة A وراهم C، التلاتة A وراهم C، فبالتالي عند البوزيشن رقم 9 هيكون 4. اللي مش فاهم يعملها بالنظر، يعملها بالورقة والقلم، تمام؟ نيجي بقى للألجوريزم بتاعتنا. الألجوريزم بتاعتنا الكي ام بي بتاخد تكست وباتر. الباتر اللي انا هدور عليه والتكست اللي انا هدور فيه، تمام؟ اول خطوه في الكي ام بي انها بتبني ال بي اس، تمام؟ ال بي اس عشان تتبنى المفروض الكي ام بي بتاخد رننج تايم مساوي لعدد حروف الباتر، وفعليا لو عندي عدد حروف الباتر ان فال بي اس بتاخد ان تايمز او بيج او اوف ان، تمام؟ طبعا على حسب النوتيشن، يعني في كتب تقول لك حيث ان الان عدد حروف الباترن والام عدد حروف التكست. انا مثلا ساعات هقول لك الان عدد حروف التكست، الام عدد حروف الباترن، الان عدد حروف الباترن، الام عدد حروف التكست. المهم ان انت تكون فاهم مش حافظ. انت فاهم ان الكي ام بي بتعمل بري بروسيسنج للباترن elements او الباترن كاركترز، وبالتالي الوقت اللي هي بتستغرقه عشان تنشئ ال LBS هيكون معتمد على عدد حروف الباترن. فلو انا قلت لك عدد حروف الباترن n فالبيج او بتاعتها n، لو انا قلت لك عدد حروف الباترن m فالبيج او بتاعتها m، لو انا قلت لك عدد حروف الباترن x فالبيج او بتاعتها x، تمام؟ تمام. بس عشان النوتيشنز، ولانكم ساعات لما تقراوا كتب هتلاقوا مثلا ان هو بيشاور على الان والام باشكال مختلفه، فعموما على حسب ما هو محدد لك مسبقا في النوتيشن بتاع المكان اللي انت بتقرا منه. طيب اتفقت معاكم ان الكي ام بي داخل لها حاجتين، التكست والباترن. عملت بري بروسيسنج للباترن، طلعت ال بي اس، تمام؟ استغرقت ان تايمز او ام تايمز على حسب انا بقول ايه. فانا هنا هستيك وذ ان الباترن elements او الباترن items او الباترن characters عددهم m، فبالتالي البيج او بتاعتها بيج او اوف الام، تمام؟ طيب بعدين هيكون عندي اتنين اندكس i و j. i بيشاور على عدد حروف التكست، والj بيشاور على عدد حروف الباترن. هبدأ الـ i بيساوي صفر والـ j بتساوي صفر، اللي هو بداية من أول حرف في التكست وصاد أول حرف في البتر، تمام؟ وحطوا في بالكم الفرق بين الألجوريزمات وبعضها. البوير مور ألجوريزم كانت بتبدأ من الآخر، تمام؟ أنا هنا ببدأ من الأول، يبقى أنا عندي اتنين إندكس. الإندكس i بيشاور على حروف التكست، والإندكس j بيشاور على حروف البتر. بعدين هشوف التكست اوف اي والبي اوف جي. التكست اوف اي اللي هو الكاركتر اللي عند الاندكس اي في التكست اللي هو ايه، والبي اوف جي اللي هو التكست في الباتر اللي عند الاندكس جي. هلاقي ان التكست اوف اي بيساوي التكست اوف جي. طول ما التكست اوف اي بيساوي التكست اوف جي اعمل i بلس بلس وجي بلس بلس، بحيث ان الاي بيشاور على النكست كاركتر والجي بيشاور على النكست كاركتر. بعدين البي اوف الجي والتكست اوف الاي الاثنين بيساووا بعض، كل اللي انا هعمله اي بلس بلس وجي بلس بلس، بالتالي الاي بتساوي 2 والجي بتساوي 2. فعليا اللي حاصل هنا ايه؟ ان التكست اوف الاي بيساوي الباترن اوف جي، فبالتالي اي بلس بلس وجي بلس بلس. بعدين التكست اوف اي بيساوي الباترن اوف جي، وفعليا هنا كل اللي انا هعمله الاي بلس بلس والجي بلس بلس. ايه اللي حاصل بقى؟ الجي لما حصل لها بلس بلس، فعليا الجي هنا كانت بتلاتة، بعد ما عملت لها جي بلس بلس بقت الجي باربعة. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟
لما الجي بتساوي 4، الأربعة بالنسبة لي هما عدد حروف البتر، فمعنى إن الجي بتساوي 4 يعني معناها إن أنا وصلت لنهاية البتر، ومعناها إن الباترن ماتشد مع التكست، ومعناها إن الباترن فاوند، ومعناها إن أنا لقيت الباترن جوه التكست. فهو بيقول لك أول ما الجي بتساوي تساوي إم، يعني الجي بتساوي تساوي اللينث بتاع الباترن، يبقى معناها الباترن فاوند، وبالتالي بريبورت مكان البوزيشن بتاع الباترن جوه التكست. تمام، طبعا البوزيشن بتاع الباترن جوه التكست هيكون عند الاندكس اللي هو الستارت بوزيشن بتاع الباترن جوه التكست، فعليا هيكون هنا عند الاندكس اي بيساوي 0. تمام، طبعا الاي في الكرنت هتبقى بتشاور على 3، بس انا لما هريبورت الباترن بوزيشن هريبورت الباترن ستارت بوزيشن بدايه من اول مكان ظهور الباترن جوه التكست، من عند الاندكس 0 لحد الاندكس 3 اللي هو من 0 ل 3 يعني. تمام تمام. طيب بعدين اول ما هريبورت بقى ان الباترن فاوند وفعليا هريبورت البوزيشن بتاعه، هكمل ليه؟ لان زي ما اتفقت معاكو انا مش بعمل ريبورت الاول مكان ظهور الباترن جوه التكست، لا انا بعمل ريبورت لكل الاماكن اللي ظهر فيها الباترن جوه التكست. بيقول لك اول ما الباترن يكون فاوند، يعني معناها الجي بتساوي تساوي ام اللي هي عدد حروف الباترن، بعمل ريسيت للجي. يعني ايه ريسيت للجي؟ هحسب قيمة جديدة للجي بناء على ال LBS. تاني، امتى الجي بيحصل لها ريسيت؟ الجي بيحصل لها ريسيت في حالتين. الحالة الاولانية ميس ماتش بوزيشن ما بين التكست والباترن. الحالة التانية ان انا خلاص خلصت كل الماتش بوزيشن ما بين الباترن والتكست، وبالتالي لقيت الباترن، وبالتالي انا عاوزة اعمل ابديت لمكان الباترن الجديد بالنسبة للتكست عشان ابدأ كومباريزون جديدة من اول وجديد. كل ريست للجي معناها مرواح للال بي اس عشان احسب قيمة جديدة للجي اللي هتمثل لي قيمة جديدة للكومبيرنج كاركتر ما بين الباترن والتكست، اللي هتمثل لي امبليسيتي الباترن شيفتد باي كام بوزيشن ما بينه وما بين التكست. تمام، طيب بصوا كده، ريست الجي يعني هحسب قيمة جديدة للجي. الجي القيمة الجديدة هتساوي ال بي اس اوف جي ماينس 1. الجي الجديدة هتساوي ال بي اس، يعني روح المصفوفة اللي اسمها ال بي اس، عند القيمة جي ماينس 1. هي الجي بكام؟ باربعة. الجي ماينس 1 بتلاتة، يعني الجي الجديدة هتساوي القيمة جوه ال LBS اللي عند البوزيشن رقم 3، يعني هروح للكولوم اللي الهيدر بتاعه 3 اهو، ده الكولوم اهو، العمود اللي الهيدر بتاعه 3، هاخد القيمة اللي تحتها، ودي هتكون قيمة الجي الجديدة. الجي الجديدة هتبقى قيمتها بكام؟ بتلاتة. تمام، بعدين بعد ما عملت ريست للجي وحسبت القيمة الجديدة بتاعة الجي بناء على الرجوع للال بي اس، ما ننساش من الخطوة اللي فاتت ان الاي ما زالت كانت عند الاندكس 4. تمام، الجي بقى هتبقى قيمتها الجديدة بتلاتة اللي هي كانت هنا. التكست اوف الاي هيساوي الباترن اوف الجي. كل اللي انا هعمله طالما الاتنين متساويين i++ و j++،
فعليا الاي في الحالة دي هتكون بخمسة والجي هتكون باربعة. لما الجي هتكون باربعة يبقى انا معناها الجي بتساوي تساوي الام، يعني الجي بتساوي تساوي الباترن، يعني معناها فعليا الجي ساوت الباترن لينث. طالما الجي ساوت الباترن لينث يبقى معناها هريبورت ان الباترن فاوند، وفعليا هعمل ريست للجي وهحسب لها قيمة جديدة من ال بي اس. في الحالة دي ال بي اس وفي الجي يبقى انا برضو هروح للكولوم اللي الهيدر بتاعه 3، هلاقي تحته 3، فالجي في الحالة دي هتبقى قيمتها ب3. تمام. بعدين وانا رايحة بقى للسلايدز اللي بعد كده، الاي بخمسة والجي ب3. طيب هنا الاي بيساوي خمسة والجي بتساوي 3، التكست اوف الاي لا يساوي الباترن اوف الجي. فانا زي ما اتفقت معاكم لما يكون عندي mismatched position، فانا كل اللي انا بعمله ان انا بعمل update للجي، بعمل reset للجي. فانا هعمل reset للجي ازاي؟ اول حاجة اتأكد كمان ان الجي اكبر من الصفر. ليه الجي اكبر من الصفر؟ اتأكد منها عشان اكون ضامن ان انا مش واصل لاول حرف في الباترن وما بعده. يعني الجي بتساوي صفر، تمام، دي معايا تمام لان ده اول حرف في الباترن. لكن الفكرة ان قبل الصفر اللي هو السالب واحد، فانا لو الجي بصفر يبقى انا واقف عند اول حرف في الباترن. طب الجي سالب واحد يبقى انا كده اوفر فلو او اندكس اوت اوف ذا رينج يعني. تمام. طيب تشينج الجي بقى بمعنى ادق ان انا هعمل ريست للجي. في الحاله دي، في الحاله دي المفروض الجي عندي بكام؟ ب3. وبالتالي لما هعمل ريست للجي يعني هحسب ال بي اس اوف جي ماينس 1، وفي الحاله دي يعني ال بي اس عند الاثنين، يعني الكولوم اللي الهيدر بتاعه 2 هلاقي تحته الاثنين اللي بالاحمر دي، فالجي الجديده هتبقى ب2. يبقى الدورة اللي بعد كده الاي ستيل بخمسة، بس الجي كأنها هتكون باكورد، يعني النكست كومباريزون الجديدة الاي هتساوي خمسة، هتفضل واقفة عند نفس المكان، لكن الجي الجديدة هيحصل لها ريست وهتشاور على الحرف اللي عند الاندكس رقم 2 في البتر. بعدين التكست اوف الاي ببي والبتر اوف الجي بايه، الاثنين مس ماتشد والجي اكبر من الصفر، وبالتالي طالما مس ماتش بوزيشن يبقى انا فعليا كل اللي انا هعمله ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انا هعمل ريست للجي، وبالتالي هحسب ليها قيمه جديده من ال بي اس. ال بي اس اوف جي ماينس 1 في الحاله دي ال بي اس اوف 1، وبالتالي عند الهيدر اللي هو العنوان بتاعه واحد هلاقي قيمة بواحد، فالجي هتكون بواحد. يبقى الدورة الجديدة الاي بخمسة والجي بواحد. هقارن التكست اوف الاي مع الباترن اوف الجي، في الحالة دي مش هلاقي ماتش والجي اكبر من الصفر. وطبعا زي ما احنا عارفين ليه بقى الكونديشن بتاع الجي اكبر من الصفر، لان انا عمالة بروح باكورد بالجي، فانا عاوز اضمن ان انا ما روحش لحد ما يبقى الاندكس عندي بسالب واحد. اخر حاجة عندي ان الجي على الاقل تكون بصفر، وبمعنى ادق لما الجي تكون بصفر يبقى ده اول حرف في البتر. غير كده بقى بعد كده ده اوفر فلو اوبريشن، يعني اوت اوف ذا رينج اندكس. تمام. في الحالة دي هلاقي ان التكست اوف الاي لا يساوي الباترن اوف الجي، وبالتالي هعمل ريست للجي. يبقى في الحالة دي الجي هتكون بكام؟ بصفر. الاي بيساوي خمسة والجي بتساوي صفر، التكست اوف الاي لا يساوي الباترن اوف الجي، وبالتالي مس ماتش. وبعدين كمان الجي هنا مش اكبر من الصفر، لا ده الجي ساوت صفر، الجي بتساوي صفر. قبل كده الكونديشن كنا بنقول الباترن اوف الجي والتكست اوف الاي، ونتاكد ان الجي اكبر من الصفر. في الحاله دي هنا الجي كمان ساوت صفر، في مس ماتش ما بين التكست والباترن، وكمان الجي بتساوي صفر. في الحاله دي لما الجي بتساوي صفر هعمل اي بلس بلس. يبقى الدوره اللي جايه بعد كده الاي هتساوي 6 والجي هتساوي صفر.
تمام. يبقى الدورة الجديدة الاي هتشاور على الستة، الحرف اللي عند الاندكس ستة، تمام، والجي هتكون بصفر. الاي بيساوي ستة والجي هتكون بصفر. في الحالة دي التكست اوف الاي والباترن اوف الجي هلاقيهم الاتنين متساويين، يبقى اي بلس بلس وجي بلس بلس. بعدين الاي بيساوي سبعة والجي بتساوي واحد، في الحالة دي متساويين، اي بلس بلس وجي بلس بلس. بعدين الاي بتمانية والجي باتنين، هلاقيهم متساويين، اي بلس بلس وجي بلس بلس، تمام. بعدين الاي بتسعة والجي بتلاتة، هلاقي في الحالة دي التكست اوف الاي لا يساوي الباترن اوف الجي، وبالتالي حصل mismatch position، فانا هعمل reset للجي واحسب القيمة الجديدة من ال LBS عند الجي minus 1. الجي هنا بتلاتة، فهتبقى ال LBS of G minus 1 يعني 3 ناقص 1 ب 2 يعني ال LBS of 2، فالجي في الحالة دي هتكون ب 2، تمام. وبالتالي الدورة الجديدة الاي هتكون ب 9 والجي هتكون ب 2. التكست of الاي ب بي والباترن of الجي ب A، كل اللي انا هعمله هنا ان هما mismatched position، وبالتالي كل اللي انا هعمله هتشينج الجي ال LBS of G minus 1، فبالتالي عند الواحد بواحد هتبقى الجي بواحد والاي بتسعة. هرجع بعدين في الحالة دي التكست of الاي لا يساوي الباترن of الجي، في الحالة دي كل اللي انا هعمله هعمل update للجي في الحالة دي ال LBS of G minus 1، واحد ناقص واحد بصفر، فبالتالي الجي الجديدة هتكون بصفر. في الدورة دي الاي هتكون بتسعة والجي هتساوي صفر. طالما الجي ساوي تساوي الصفر، يبقى معنى كده كل اللي انا هعمله هأبديت الاي، يعني الاي هتشاور على الحرف اللي عند الاندكس عشرة في التكست. بعدين التكست اوف الاي بايه والباتر اوف الجي بايه، يبقى الاتنين متساويين، اي بلس بلس وجي بلس بلس. الجي هتبقى بواحد والاي بلس بلس هتبقى بحداشر. اول ما وصلت ان الاي بقت حداشر، يبقى معنى كده انا وصلت للان، يعني الاي ساوت اللينث بتاع التكست، يبقى ده الستوب كونديشن. كده انا وصلت لنهاية الالجوريثم عندي، لاني كده معناها خلصت كل حروف التكست اللي انا بعمل ليها سكان، وكده الالجوريثم هتقف. وكده الالجوريثم عملت لي ريبورت لكل اماكن ظهور الباترن جوه التكست. ده الكود بتاع الكنوث موريس برات، تمام. طبعا المعيدين هيشرحوه في السكاشن. اللي انا عاوز اوصل له ان الالجوريثم دي، ده الكلام اللي انا شرحته وعملت له تريس في السلايدز اللي انا كنت بشرحها قبل شويه. اللي انا عاوز اوصل له بقى، كل اللي حضرتك تكون عارفه ان الكي ام بي بياخد باترن وتكست، تمام. وكل اللي انا بعمله ان انا بعمل كونستراكت لل LBS array، وفي الحالة دي هي هتاخد الباترن وهتاخد عدد حروفه اللي هو في الحالة دي M، وهترجع لي ال LBS as array بيكون فيها كل قيم ال LBS المحسوبة. طبعا كمبيوت ال LBS array هتاخد running time big O of M، لانها هتعتمد انها هتعمل pre-processing لحروف الباترن، وبالتالي التايم اللي هي هتاخده معتمد على عدد الحروف اللي موجودة في البتر. الجزء الثاني من الرننج تايم بتاع الكي ام بي هو هيبقى عبارة عن الوايل لوب اللي هتكون ماشية على حروف التكست. فعليا الكي ام بي هيكون عندي لوب واحدة، لان انا فعليا اللوب دي هتمشي على عدد حروف التكست حرف بحرف، تمام. وجوه اللوب دي المفروض ان انا هيكون عندي اي وجي، اي بتشاور على التكست وجي هتشاور على الباترن، وكل مرة
هعمل أبديت للجي بناء على الماتش والميس ماتش ما بين التكست والبتر. فعليا عندي لوب واحدة، وزي ما اتفقت معاكم لما يكون عندي لوب واحدة ففعليا الدوميننت بتاع أي ألجوريزم هي عبارة عن التايم اللي بتستغرقه في اللوب، وطالما لوب واحدة ففعليا اللوب دي هتتنفذ بناء على عدد حروف التكست. وبالتالي لو أنا عندي التكست اللينث بتاعه N ففعليا الوايل لوب دي هتاخد بيج O في الN. يبقى معنى كده الرننج تايم بتاع الكنوث مور سبريد كله على بعضه هيكون عبارة عن ايه؟ بيج او اوف الام اللي بتاخدها عشان تعمل بري بروسيسنج للباتر وتكونستراكت الكمبيوت اللي بي اس اري، زائد البيج او اوف الام الوقت اللي بتاخده عشان تسكان حروف التكست اللي موجود عندي. يبقى الرننج تايم بتاعها بيج او ام زائد ان. طبعا لو النوتيشن اختلفت زي ما اتفقت معاكو انا معتمد على ايه؟ يعني انا فعليا قايله هنا الام عدد حروف الباترن والان عدد حروف التكست. هتلاقي في كتب تانية قالب لك الان عدد حروف الباترن والام عدد حروف التكست. انا ممكن في السلايز تلاقيني بلخبط مرة اقول لك ام تكست ان باترن وهكذا. اللي انا عاوز اوصله على حسب انت فاهم كمبيوت ال بي اس اري بتعتمد على عدد حروف الباترن. فانا لو قلت لك الباترن اللينث بتاعه ام فهتاخد بيج او اوف ام، لو قلت لك الباترن اللينث بتاعه ان هتاخد بيج او اوف ان، لو قلت لك الباترن اللينث بتاعه اكس هتاخد بيج او اوف الاكس وهكذا. اللينث بتاع التكست ان بيج او اوف ان، ال بيج او اوف ال وهكذا. نفهم مش نحفظ. ايه هو الورست كيس سيناريو بتاع الكي ام بي؟ سايبالكو السؤال ده تفكروا فيه ان شاء الله. كده خلصنا محاضرتنا النهاردة بإذن الله. أتمنى تكونوا فهمتوا معايا. الكي ام بي أو الكنوث موريس برات تعتبر ألجوريثم سهلة وبسيطة. إن شاء الله بإذن الله أقابلكم على خير المرة الجاية. مع السلامة.